القاهرة معي مراسل الأخبار الآن رمضان المطعني. رمضان مساء الخير، أي جديد ممكن أن نعرفه وكيف هي الأجواء، كيف هو الشارع المصري إن كان في العاصمة أو ما يصلك طبعا من سيناء؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا الحادث الذي حدث بعد صلاة أثناء صلاة الجمعة الذي خلف عدد من الضحايا بحسب البيان الصادر من النيابة العامة الذي وصل إلى 235 قتيلا و109 مصابين. يعني هذا الحادث الذي قامت به مجموعة من الإرهابيين يعني تحت مسمى ولاية سيناء أو بيت المقدس بمحاصرة المسجد بأربع سيارات دفع رباعي وإطلاق النار على المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة. يعني على الفور يعني رفعت حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر وخاصة في سيناء، خاصة بعد الاجتماع الأمني المشدد. طيب بس نود أن نعرف من حضرتك مباشرة من هناك، يعني هذا ما وصلنا ما قلته وشكرا لك. مباشرة من هناك ما الذي يحدث؟ شارع القاهرة كيف هو الآن؟ يعني شوارع القاهرة هي يعني حالة من الحزن الشديد وأيضا حالة من رفع حالة الطوارئ القصوى من قبل وزارة الداخلية المصرية وتجديد المنشآت، تجديد يعني الأمن على كافة المنشآت سواء الحكومية أو سواء يعني مترو الأنفاق، وزيادة التفتيش في الشوارع وزيادة الأكمنة وفرض الأكمنة الثابتة والمتحركة، خاصة يعني في وسط مدينة القاهرة التي يعني يكون تحدث بها العديد من في السابق العديد من يعني التظاهرات والأماكن الحيوية في القاهرة. أيضا هناك يعني من سيناء يعني كان هناك بيان من اتحاد قبائل سيناء الذي رفضت فيه هذا الحدث وأكدوا على مواصلتهم على دحر الإرهاب ولن يثنيهم يعني هذا العدد الكبير الخاص من قبيلة السواركة، وهي القبيلة التي يعني تسكن قرية الروضة التي حدث بها الحادث، يعني أكثر القتلى من هذه القبيلة، وهي القبيلة المؤيدة للقوات المسلحة والتي رفضت من قبل يعني احتواء أي عدد من الإرهابيين أو تقديم الحماية لهم. لذلك يعني تعرض المسجد هذا خصيصا لعقاب من قبل إرهابيين لولائهم للدولة المصرية والقوات المسلحة، ومن قبل أيضا يعني كان هناك اثنان من هذه القبيلة تم ذبحهم من قبل بيت المقدس في فيديو نشرته وبيان أعدته بيت المقدس لتلك القبيلة واستهداف أكبر شيخين فيها. طبعا لأنهم ضد الإرهاب، وكما قلت يعني ذكروا قبل قليل بأنه لن يقوموا بإيواء أي من الإرهابيين. من القاهرة مراسل الأخبار الآن رمضان المطعني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات لتحديث معلوماتنا الآن.